مرحبا، يعطيك العافية، أهلا وسهلا فيكم في تحليل لبلاك ميرور. اليوم حنتكلم عن الحلقة الثالثة من السيزن الخامس، وهي آخر حلقة في هذه السلسلة. حنتكلم عن فيلم نزلته بلاك ميرور لاحقا الحلقة القادمة إن شاء الله. بس هاي بتحكي الحلقة اسمها أشلي جاك، سوري راشيل جاك أند أشلي تو. قصة إنه هاي بتكون صبية مقتبل العمر 17-18 سنة، تينيجر، بتكون مغنية مشهورة، وعندها خالتها بتكون هي مديرة أعمالها. البنت متقمصة شخصية، بنت بتلبس شغلات زي الفضاء حسب العمر، طبعا بشعر أحمر هيك. في بنتين، هاي شكلهم، في بنتين، هاي البنت وأختها، بكونوا ببداية مقتبل العمر، هاي الصغيرة وهديك الكبيرة. أبوها بيشتري لها هدية، اللعبة هاي، اللعبة هاي هي كل القصة. اللعبة هاي عبارة عن تقمص لشخصية البنت اللي حكينا عنها في البداية اللي هي المغنية اسمها أشلي. في آب بتساعدك إنك تعيش حياتك، بتعمل لك تنظيم لوقتك، منبه بتحكي معك كشخص انت بتحبه كصديق، ممكن تسمع اغانيك، ممكن تغني معك، تغني اغاني أشلي المغنية المشهورة لك اذا بتحبها، يعني هيك تحطوا لك ام كلثوم وتغني لك اغاني ام كلثوم. طبعا زي ما انتم شايفين محادثة، بتقول لها انت لبسك كل يوم احلى، لا لبسك البسي هذا احلى، حطي حمرة ما تحطيش حمرة. طبعا اختها الكبيره زي ما انت شايف هون عم تطلع كيف حركاتها في اللعبه، يعني تقريبا محلل شخصي بلس انه متقبس شخصيه المغنيه هاي، فانباع منه كميات كبيره. المهم في الحلقه هاي بحكي لك عن معاناه المغنيه الاساسيه، هاي المغنيه الاساسيه كيف بتعاني، فهمتني كيف؟ ال 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 الحالة النفسية تبعتها انه هي مضغوطة انها تغني، تظهر حركات، حابة هي حرية. للأسف وكيلة أعمالها طبعا ما مخلياها تسوي هيك، فشعرت وكيلة أعمالها انه البنت عم تخرج من السيطرة، فراحت عملتها شت داون، سكرتها، دخلت طعمتها أكل معين وخلتها تنام في غيبوبة. وطبعا وكيلة الأعمال هاي بدها تطلع أشلي هاي بطريقة ثانية، المغنية هاي، فراحت عملت شغلة اسمها 3D أشلي، أو حورجيكم إياها، إنها ممكن تغني خلينا نحكي هون قبل ما نحكي عن الموضوع هاي. في الحلقة هون البنت اللعبة هاي بتخرب، بصير فيها مشكلة، فهم بروحوا على بيت البنتين هدول الصغار، بروحوا على بيت المغنية وبحاولوا يسألوها ليش، شو صار في الموضوع. بلاقوا المغنية منومة زي ما حكيت لكم، زي موت مؤقت. فالمهم بنقذوها وبطلعوها من بيتها، وبحاولوا انهم يخرجوها زي ما انت شايف هون. هاي هي البنت، او يعني مخدرينها للبنت طبعا، بدهاش هي، بدها تعيش حياتها الطبيعيه. هون بينقذوا البنت. بدي احكي لكم على المسرح، شو زي ما انتم شايفين الناس، خلينا نرجع شويه بس. الناس بدها تحضر هاي المغنيه، المغنيه بالنسبه لهم انسبيريشن، يعني عم تعمل لهم حالات شخص نفسيه هيك حلوه. فالسيدة هاي سيدة الأعمال أو مديرة أعمال البنت هاي بتروح بتعمل منها شغلة فيرتشوال، يعني زي 3D أو هولوغرام بسموها، بتقدر تكبرها وتصغرها نفس المغنية الحقيقية لكنها مش موجودة، يعني مش 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 حقيقة، وبتقدر تغني في أي أماكن، بتقدر تكبرها وتصغرها حركات نفس الاشي تبع المغنية الأصلية. طبعا في النهاية بوصلوا للمسرح وبكشفوا الجريمة اللي عم بتسويها هاي
مديرة الأعمال، بحكي لك هون على الجريدينس، يعني عن الطمع والجشع. زي ما انت شايفين هون هاي الهيلوغرام، او الناس كلها مبسوطة، مش منتبهة لشخصية هذا الفنان، انه فعلا في عنده حياته الخاصة، لازمه يضحك كل يوم، لازمه يكون شخص مبتسم، لازم يغني بفرح. لا، الفنان إنسان ممكن يتألم، ممكن يكون عنده أيام مش كويسة وأيام كويسة زي ما أنتم شايفين، ممكن تغير وعيها. فيعني عملت منها قصة كبيرة، وهذه موضوع الحلقة هاي زي ما أنتم شايفين كبرتها كبير، صارت تغني معهم. الحلقة يعني حلقة شوية هيك، أنا أتوقع أنها قريبة تصير، يعني مش بعيد، مش 100 سنة زي ما أنتم شايفين مكبرينها كتير على إنه الكل يشوفها. حلقة غريبة شوي، احكوا لي شو رأيكم في هاي الحلقة، شو رأيكم في القصة، اكتبوا في الكومنت. إذا ما حضرتوا الحلقات الماضية احضروها، الحلقات القادمة أكيد لازم تحضروها. اعملوا سبسكرايب للقناة وشير مع أصدقائكم، ونراكم في حلقة قادمة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.